بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. أيضا في نفس الموضوع نتحدث عن علم القياس Measurement Sciences. نتحدث الآن عن تكييف الإشارات، تكييف الشارات Signal Conditioning. وطبعا أهمية تكييف الإشارات، لماذا نحن نحاول أن نكيف الإشارة؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يدفعنا لتكييف الإشارة؟ تكييف الإشارة Signal Conditioning مهمة لعلاج التشويش. طبعا التشويش هنا نويز، معروف بالنويز، يعمل على تضخيم الشارة. أيضا في حال وصول الشارة يعمل على تضخيمها، تسهيل قراءة الشارة، أيضا يسهل من قراءة الشارة. دعونا نأخذ مثال عملي هنا. لاحظ هنا نحن عندي السنسورز، هنا عندي الاوتبوت سيجنال، عندي هنا الاوتبوت شارة الخارجة من المجلس، دخلت مباشرة على انالوج تو ديجيتال كونفرتر، دخلت مباشرة من دون ان تدخل على تكييف الشارات اللي هو الادوات الالكترونية التي تحدثنا عنها، الامبليفيكيشنز والالكترونيكس ديفايسز. لاحظ عندما دخلت الشارة هنا باللون الازرق يعطيني هنا القراءة، يعطيني القراءة. لاحظ انت هامش الانيوست رينج، يوجد عندي هنا رينج غير مستخدم بالمرة في هذه الحالة. لو فرضنا بأننا كنا نعرضها على شاشة بيكسل، هنا أنا خسرت كثير من البكسلات. إذا أنا خسرت يعني أنا زدت من التشويش، لم أضخم الإشارة، قراءة الإشارة أصبح صعب علي. إذا من السنسور، من المجسات، يجب هنا أن يكون عندي عملية بسيطة في الداخل تعمل هذه العملية في analog to digital، حتى أن أعرضه بشكل شاشة رقمية، حتى أتمكن من عرضه بشكل شاشة رقمية بطريقة ممتازة. هو يعرض، لكن حتى أعرضه بطريقة ممتازة وطريقة سهلة لا بد من عملية بسيطة هنا في المنتصف. إذا لاحظ أنا هنا عندما دخلت من السنسور على الأمبليفاير على المضخم، لاحظ أصبحت الشارة في اللون البرتقالي هنا. لاحظ الشيفتنج أو الإزاحة التي حدثت للعرض بعد أن كانت في هذه النقطة، أنا عملت على رفعها. إذا أنا استخدمت البكسلات في الكامل أو الشاشة الرقمية في الكامل. إذا how often using، غالبا هو operational amplifier circuits، أو نستخدم المضخمات الموجودة في علم الإلكترونية. إذا أنا دخلت الشارة، أعطاني إياها في هذا اللون البرتقالي، فعمل على عمل شيفتنج للشارة. لاحظ أن الشارة تقريبا هنا تمددت الشارة في اللون الأزرق، إذا أصبح قراءتها أسهل. إذا أنا ضخمت الشارة، عالجت التشويش بشكل أكبر، استخدمت البكسلات بشكل أكبر، يعطيني الإدجز، يعطيني الحواف، صوتها بشكل أكبر وأحسن في هذه الحالة. دعونا نعود هنا إلى الثيرموكابل سنسور، أو تحدثنا عن المجس الحراري. قلنا عنه في فيديو سابق، قلنا بأنه عندي هنا درجة الحرارة، يجب أن يكون كلاهما مختلفين، كلاهما موصولان في نفس نوعية الموصل، وفي المنتصف موصل مختلف، معدن مختلف، ميتال إيكوال بي. موصولات مع الأوبريشنال أمبليفايرز، مع المضخم العمليات هنا. هو بهذه الصورة موجب سالب. لاحظ هنا عندي R2 وهنا عندي R1. هنا عندي الجهد عبر الـ AB، الجهد عبر الـ AB يساوي ألفا AB sensing of AB، حساسية الـ AB مضروبة في فرق درجة الحرارة T1 ناقص T2. sensitivity determined by seebeck coefficient ألفا A and ألفا B. إذا تؤخذ الفرق بينهما الألفا A ناقص ألفا B ليعطيني الألفا AB. example acromial aluminum type of K thermocouple. أنا عندي هنا الـ sensitivity عندي أو الحساسية الخاصة في هذا النوع
هنا 40 مايكرو فولت لكل كلفن. إذا أنت هنا ليس أمامك، في حال أنت كنت مهندس تعمل على تركيب هذه الدارة، أنت تثق في المصنع، المصنع يعطيك الداتا شيت أو الورقة الخاصة في الرقاقة الإلكترونية، أو أنت يقول لك بأنه أنا عندي حساسية 40 مايكرو فولت لكل كلفن. إذا يعطوك أن الميجرمنت رينج، الآن نأخذ هذا مثال نحل عليه مباشرة، عندنا الميجرمنت رينج عندي من الصفر تي واحد ناقص تي اتنين أو فرق درجة الحرارة بينهما لحد 100 كلفن، أنالوج تو ديجيتال كونفرتر أو الشارة، لابد الشارة هنا أن تكون من صفر إلى 1 فولت، وكرومين ألومنيوم كابل كما قلنا عنه بالنسبة للمصنع يعطيك إياه في الداتا شيت 40 مايكرو فولت لكل كلفن. يقول لي determine the required gain، احسب احسب التحصيل المناسب لهذه الدارة. أيضا dimension the resistor، حدد قيمة المقاومات R1 و R2، مطلوب لي تحديد قيمة المقاومات. طبعا أنا أستطيع تحديد قيمة المقاومات من خلال تحديد قيمة التحصيل إذا أنا اعتمدت على أفكار معينة. إذا هنا دعونا بداية نتأكد ما الذي سوف نقوم في عمله هنا. نقوم أن الجين، ما هو الجين؟ عزيزي الطالب لابد لك من دراستك لمادة الإلكترونيات أو مادة التيارات الكهربية أن مر عليك مفهوم التحصيل. الجين هو عبارة أكبر شارة من أخذتها A to C هي الواحد فولت. واحد فولت مقسومة على أكبر قيمة حرارية أنا أحصل عليها، أكبر شيء أنا عندي هي 100 كلفن، مستحيل أن يكون أكبر من 100 كلفن، يعني قلنا أن 100 ناقص صفر هذا أكبر مجال موجود عندي، 100 كلفن مضروبة في السنسيتيفيتي في الحساسية الموجودة عندي 40 مايكرو فولت لكل كولوم. إذا 1 فولت على 40 مايكرو فولت لكل كلفن عفوا ضرب 100 كلفن يعطيك بأن التحصيل أنا عندي 250. التحصيل أنا عندي 250، إذا التضخيم عندي الجين تضخيم أو التحصيل الذي تحصل عليه هذه الدارة هو مقداره 250 ضعف. يقول لي dimension the resistor، حدد قيمة المقاومات. أيضا هنا العملية هنا بسيطة جدا، الجين كما نعلم هنا في عند المقاومات هي R1 زائد R2 على R2، الثانية دائما هي التي في الأسفل R1 زائد R2 على R2. نحن وجدنا الجينينج 250 يساوي R1 زائد R2 على R2. طبعا نفصل R1 على R2 زائد 1 لأنه R2 على R2 يساوي 1. 250 يساوي R1 على R2 زائد 1، أطرح 1 من كلا الطرفين يعطيني 249، إذا R1 تساوي 249 R2. إذا من العملية هنا عملية النسبة والتناسب، R1 يساوي 249 كلفن، R2 تساوي 1 عفوا R1 يساوي 249 كيلو أوم و R2 تساوي 1 كيلو أوم. أرجو أن تكون العملية الحسابية بسيطة عليكم هنا أحبتي في هذه الدار. أنا أتوقع من الطالب الذي يدرس علم القياس أن تكون هذه الأشياء سهلة عليه وليست بتلك الصعوبة. طبعا هذا في الـ Ideal Operational Amplifiers أو في الـ Operational Amplifier المثالي، المضخم العمليات المثالي. Ideal Operational Amplifier when U n equals 0، يعني الجهد يساوي صفر عندما يكون الجهد الداخلي يساوي صفر، الشارة الخارجية تساوي صفر إذا كانت الشارة الداخلية تساوي صفر، لكن Actual Operational Amplifier أو في مضخم العمليات الحقيقي عنده offset، عنده إزاحة U out at mu n not equals 0 إذا كانت لا تساوي صفر، offset voltage U OS OS input voltage U n for which U equal out، ها هي بهذه الصورة يوجد دائما هنا عندي، ها هي offset voltage هنا جهد حرارة typical value standard operation amplifier، غالبا يوجد عندي هنا إضافة من واحد من موجب أو سالب ملي فولت. precision operational amplifier
حتى هنا علاقته المعيارية ستكون أصغر من موجب أو سالب 10 مايكرو فولت في هذه الحالة. قراءات حرارية مع الإزاحة، أنا كانت عندي هذه الدارة، يوجد عندي هنا offset voltage. Operation offset voltage قال لي أنه أصغر من 1 ملي فولت. أيضا استخدمنا على نفس الدارة كرومين ألوميول كابل 40 مايكرو فولت لكل كلفن. إذا ما الذي سوف يحدث هنا؟ ما الذي سوف أنا أقوم بعمله هنا؟ لاحظ دلتا temperature يساوي الجهد، جهد الأوفست على الألفا أي بي، حيث أن الدلتا تي أو فرق درجات الحرارة يجب أن يكون أصغر من الماكس أوف يو إس على ألفا أي بي، يجب أن يكون أصغر. طبعا هنا 1 ملي فولت على 40 مايكرو فولت لكل كلفن كما أعطاني السؤال، إذا يعطيك 25 كلفن. إذا أنا حتى أعمل هنا 25 كلفن حتى أحركها أنا 1 ملي فولت هنا، أو يعطيني قراءة مقدار 1 ملي فولت، لابد من رفع درجة الحرارة بمقدار 25 كلفن. إذا كانت هذه أسئلة مباشرة على عملية القياس. تحدثنا فيها عن أهمية تكييف الإشارات أو ما يعرف بالسيجنال كونديشنينج، تضخيمها أو إزاحتها أو توضيحها بشكل أكبر، وطبقنا هذه إشارة التضخيم مباشرة على جهاز أو مجس حراري. مرة أخرى أحبتي لا تبخلي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.